أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة بالقمة الخليجية 41 والتي تعقد في مدينة العلا السعودية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي. يسرنا مشاهدينا الكرام أن نرحب أولا بضيفنا في الاستوديو السيد حسين السبعوي الكاتب والباحث العربي، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا حسين. وأيضا سيكون معنا عبر سكايب سيد صالح غريب الكاتب والإعلامي القطري، سيكون معنا من الدوحة. وتباعا سيكون معنا أيضا ضيوف آخرين، هم كل من دكتور خليل الخليل الأكاديمي السعودي من الرياض، وعيد الفضلي الكاتب السياسي الكويتي من العاصمة الكويتية، وأيضا أخيرا محمد الأحمدي الصحفي اليمني سيكون معنا أيضا من إسطنبول. إذن أستاذ حسين، بعد سنوات من القطيعة، ماذا تعني إذن إعادة هذه العلاقات الخليجية، خصوصا بعد إعادة فتح الأجواء والحدود البحرية والبرية التي كانت مقطوعة بين قطر والسعودية؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني الآن بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى القطيعة، لأنه في الحقيقة لا يوجد سبب حقيقي يستحق أن الدول تتقاطع وتصل إلى حد الاحتراب و مقاطعة اقتصادية وإلى آخره. هذا الأمر ما كان أمر يستحق، يعني لا يوجد شيء على الأرض لهذه المشكلة. لكن ما يهمنا الآن نتكلم عن هذه المصالحة في لدول الخليج. أعتقد دول الخليج تمتلك كل مقومات الوحدة والقوة إلا الإرادة لا تمتلك هذه الدول. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. دول يربطها دين واحد، قومية واحدة، جغرافيا واحدة، لديها موارد بشرية، موارد مالية، كل هذه المقومات الحاجة الضرورية للوحدة الخليجية للأمن القومي الخليجي متوفرة، يعني الخطر موجود، كل هذا متوفر، إلا أنه غياب الإرادة السياسية وتحديدا وليس الإرادة الشعبية. لأنه دول الخليج حتى إضافة لأنها قومية عربية واحدة، ديانة واحدة، هناك تداخل في القبائل العربية الخليجية، من شمر عنزة إلى هذه القبائل مطير، هذه القبائل كلها متداخلة، متداخلة. فإذا كل مقومات الوحدة موجودة. ولكن إرادة سياسية غير موجودة، وسبب هذه الإرادة السياسية غير موجودة إضافة للعامل الداخلي، العامل الخارجي كان موجودا في بداية الأزمة، وللأسف حتى في نهاية الأزمة كان موجود. من كان هو السبب وهو المشكلة اليوم ممكن أن يكون هو الحل، لكن الصلح خير. دول الخليج تحتاج لهذه المصالحة لأن الخطر يهددها، وخاصة الخطر الإيراني يهددها. قد يجوز يوظف هذه المصالحة لأطراف أخرى ثانية، لكن بأي حال من الأحوال أمام المصالح الكبرى استراتيجية لدول الخليج وخاصة في أمنها القومي، فهي ضرورة وطنية وقومية لدول الخليج. يعني كيف ترى إذن سا حسين تكتل دول الخليج في هذه القمة وغياب بعض القادة عن هذه القمة، وقادة آخرين ربما دعوا ولم يحضروا إلى هذه القمة؟ يعني لأنه المشكلة هي لن تنتهي، لأنه ليس هون، يعني هي ليست نهاية المطاف، هذه القمة هي ليست نهاية المطاف، وليس هو الصلح التام، ومن بعده تبدأ مشاريع. مجلس التعاون الخليجي اليوم مضى عليه تقريبا 40 سنة من تأسيسه، لكن لحد هذه اللحظة هو لم تكتمل أهدافه التي أسس من أجلها. الوحدة الخليجية غائبة، الوحدة الاقتصادية غائبة، العامل الخارجي مؤثر جدا، البيوتات الحاكمة الملكية والأميرية غير متفقة على مشروع وحدوي، الخطر الإيراني متوفر، جاءهم أيضا موضوع التطبيع سيثير هذه المشاكل. التطبيع لن يكون التطبيع مع الكيان الصهيوني لم ولن يكون يوما ما هو في خدمة الوحدة الخليجية، هذا ما يجب أن يدركه جميع دول الخليج، ولن يكون مدافعا عن الوحدة الخليجية من إيران أو من أي دولة أخرى. فبالتالي أعتقد هناك نقاط لم تكتمل، وهي ليست نهاية المطاف، وستستمر هذه المشاكل إلى أن تكون تتوفر الإرادة السياسية وتمنع شيئا ما تدخل الخارجي، وتحس بالخطر الذي يحدق بدول الخليج. ممكن ستذوب هذه المشاكل شيئا فشيئا، تحتاج إلى زمن. يعني ما حدث من فجور في الخصومة كان أمر عظيم جدا، وهناك كانت بذاءات وكانت فجور جدا وتجاوزات، لكن تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تضحيات.
نعم. إذن أيضا الآن معنا من الرياض سيد خليل الخليل الأكاديمي السعودي. مرحبا بكم أستاذ خليل معنا. أهلا بكم، حياكم الله. وحياكم الله. كيف ترى إذن هذا القرار السعودي بفتح الحدود مع قطر بعد مدة من الجفاء المتبادل بينهما، والذي رد عليه أمير قطر بحضور القمة الخليجية؟ نحن سعداء في دول مجلس التعاون، أنا سعيد شخصيا ومتأكد بأن المتخصصين مساعدون كذلك، لأن هذا هو اليوم الذي نتطلع إليه، وهو اليوم الذي نحن على ثقة بأنه قادم. صحيح حصل اختلافات، صحيح حدث بواعث لهذه القطيعة والمقاطعة، ولكن الأخلاق وعلاقات والروابط التي بين كذلك قادة الدول مجلس التعاون الخليجي والتاريخ الحقيقة الذي هو بينهم أوجب عليهم التصالح والتفاهم، ثم هم يتطلعون إليه كذلك بصرف النظر عن البواعث. نعم هنالك أسباب قد لا يرى البعض مثل الضيف الكريم لديك أنها حقيقية، ولكن ترى المهم أن من هم قاموا بالمقاطعة يرون أنها وجيهة، فينبغي أن لا نستهين برؤيتهم ولا بموقفهم ولا بقراراتهم، ولذلك هذا اليوم نحن مبتهجون، نحن مرحبون باللقاء، وكنا نتطلع إليه وكنا نثق ثقة كاملة أنه قادم. لا تستطيع قطر أن تنأى بنفسها بعيدا عن المملكة العربية السعودية بالذات وعن كذلك الدول الخليجية الأخرى، هنالك التاريخ، هنالك الموقع، هنالك المكان، هنالك الروابط، فبالتالي يعني العوائل واحدة، وليس بين الدوحة وبين الحسا سوى أقل من 60 كيلو متر، وتخرج يوميا 600 سيارة تقريبا إلى من الدوحة إلى الإحساء وتعود في خلال ساعات لما فيه ما يحتاج له الشعب القطري. بالتالي بالتالي هذه القمة هي قمة خير، هي قمة تصالح، هي قمة المراجعة والتراجع. أنا فقط أؤكد على هذه القضية أن المراجعة مطلوبة، التراجع مطلوب بصرف النظر عن من قام بكذا أو كذا ومن الذي تسبب. كل هذه الأمور اليوم النتيجة العناق يعني الذي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الخليفة الثاني، أعتقد بأنه الدلالة على أصالة هذه الشعوب الخليجية، على أنها تعرف واجبها وأنها حكيمة، وذلك التعانق والذي هو فريد يعني مع التحذيرات عن كورونا ومع لكن المودة القربة تغلبت على التحذيرات، سواء كانت التحذيرات طبية أو إعلامية أو سياسية. هنا تنطلق الحقيقة، العروبة في داخل هذه الدول ومن خلال العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية تنطلق الروح العروبية العربية الإسلامية الأخوية، تنطلق بجدية. يعني لم يلزم أحد المملكة الملك سلمان بقرار أبدا، اتخذ بإرادة وبسيادة واتخذ برغبة. طيب يعني أيضا أستاذ خليل، مع الاتفاق بأن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، ولكن هناك من يرى أن إعلان قرار فتح الحدود وإتمام المصالحة قد تأخر ربما عدة أسابيع، كانت هناك بوادر لما يحصل الآن، بما ترجع هذا التأخر في اتخاذ القرار؟ نعم تأخر بالمناسبة، يعني عندما البعض يقيس بأنه تأخر لسنوات، نحن لم نكن نريد أن يكون ولا اليوم واحد ولا لساعة واحدة، لأن هذا خلاف الأصل الأساس، العلاقات الحميمية الأخوية العروبية الودية، كل هذه الأمور هي ما نود، إنما السياسة شيء آخر. لمعلومياتكم يعني سبق أن حصل خلافات بين المملكة السعودية وبين مصر وبقيت سنوات. أنا بالعكس يعني بكل أمانة أنا سعدت وفخور بما حدث بأنه تم فقط في 3 سنوات، كان هناك خلافات دامت مع مصر قديما بقيت سنوات عديدة، والعادة أن السعودية عندما تزعل على أحد 10 سنين، يعني هذا مع ليبيا مع غيرها من الدول،
الخلافات تحدث، المهم اليوم، المهم أن الأنظار تتجه 50 مليون خليجي ومقيم في الخليج وأعينهم تترقب وهم في بهجة بالعناق الذي حدث بين الأميرين، بين الحاكم، بين حاكم قطر وبين ولي العهد السعودي، وهم شباب نحن ينبغي ننظر إليهم لأن هؤلاء سيقودون بلادهم لإن شاء الله عمر طويل نصف قرن أو ما حوله. فبالتالي عندما ننظر إلى هذا الموضوع نترك خلفنا، أنا الذي أود أن يكون هو أن ننطلق بروح تفاؤلية، ألا ننظر للماضي، هناك ندوب، أنا بس أكد لك هذه الكلمة، كما يحدث شجار ففي الوجه يبقى ندوب أو الجدري أو غيره، لكن المهم هو الانطلاق للمستقبل. حصل خلاف نعم، هل الخلاف كان حدودي؟ لا. هل كان في حرب ودماء؟ لا. هذه أمور لا بد نتفهمها نحن المعلقين، نحن المحللين. الخلاف كان في توجهات سياسية بين قطر وبين دول أربع بل أكثر من أربع، ولكن الآن تخطيناها الآن وننتقل إليها، ولذلك نظرتي للمستقبل أن نتخطى كامل أو كافة وكامل الأمور التي حدثت، أن نراجع البواعث، يعني لا يمكن أن تخطي دول أربع تتآمر على قطر، لا يمكن، إنما هناك خطأ حدث، وأنا لا أريد، يعني أنا متخصص وأعرف قطر، ومن قريتي فقط 500 بيت في قطر، من قريتي فقط، فلكن قطر يعني يصعب أخوالهم، أهلهم، أنسابهم، آثارهم، كلها سعودية. نعم أستاذ خليل، سأعود إليك أستاذ خليل، شكرا لك. إذا معنا الآن عبر سكايب أيضا سيد صالح غريب الكاتب والإعلامي القطري، حياكم الله. سيد صالح، اليوم يعني لا يوجد بالتأكيد رابح أو خاسر، كل العرب فائزون اليوم، حتى الإقليم، يعني كيف ترى هذه المقابلة التي كانت من ولي العهد السعودي لأمير قطر؟ هل ستمحو شعبيا ما كان في السنوات الثلاث الماضية من آثار؟ أولا أهلا وسهلا بك، وأيضا أستاذ خليل أرحب بي يعني معي في هذه الحلقة. لا شك أنه يعني منذ الأمس عندما صدر البيان السعودي برفع الحصار على قطر أو بعض الإجراءات التي اتخذت قطر سواء على قطر سواء كان المركز الحدودي أو عبور الأجواء القطرية، كان هناك فرحة حقيقة في البلدين في قطر وفي السعودية وفي المنطقة بشكل عام يعني. لكن في اليوم يمكن الترتيبات التي تمت لاستقبال صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أولا أستاذ خليل أتمنى أن يشاهد اسم الطيارة التي أتى فيها حضر صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى العلا. طريقة الاستقبال يعني استمعنا إلى صوت صاحب السمو الملكي الأمير محمد وهو يرحب بصاحب السمو، ثم أن طلب الأمير محمد لاحتضان الشيخ تميم وطبعا بشكل أخوي صاحب السمو رحب بذلك وتم، وقد يحدث في الاستقبالات مع فقط كان مع صاحب السمو الشيخ تميم. ايضا يعني ركوب السياره الى مكان انعقاد القمه يعطي دلاله على ان هناك ترحيب خاص لصاحب السمو، وهذا يزيل الثلاث سنوات ونصف التي حدثت والتي حقيقه عانينا فيها كثير، سواء كان فيما يتعلق بالنسيج الاجتماعي الذي تضرر كما ذكر الأستاذ خليل، امتدادنا القطريين مع أشقائهم السعوديين تحديدا إذا كانت هناك 500 أسرة في قطر فهناك عدد كثير أيضا من القطريين تربطهم علاقة أسرية بكل مناطق المملكة، وهذا اللي كان يعور قلوبنا إحنا كقطريين أنه والله عندما يحدث حدث مثلا وفاء ولا ما شابه ذلك لن نتمكن مثلا من زياره او تقديم واجب العزاء على سبيل المثال، وغيرها من الامور الاخرى التي اعتقد الان لن نتحدث من الخاسر ومن الكاسر، كلنا اليوم ربحانين في هذه المصالحه في هذا الاحتضان الذي تم اليوم لصاحب السمو امير بلاد المفدى، وهو ايضا يسكت كثير من الافواه التي كانت تسعى إلى شق الصف الخليجي ويعني افتعال
هذه الأزمات التي مثل ما قال الأستاذ قليل أن هناك تحدث مشاكل، هناك تحدث قضايا، لكن في النهاية القيادات الحكيمة في المنطقة وسرعة الاستجابة، لعل تابعنا إحنا الإجراءات التي تمت على سبيل المثال في سواء كان فيما يتعلق بتبادل الزيارات بين المملكة وبين الدوحة وبين الكويت لإحداث هذه يعني هذه الانفراجة التي حدثت. هناك جهود واضحة اليوم. اليوم إحنا سمعنا أيضا أنه القاهرة أيضا سمحت بمرور الخطوط الجوية من أجواها. أنا أعتقد هناك أيضا بيانات سوف يتم إصدارها من الدول الأخرى، التي لأن المملكة كانت تمثل هذه الدول الأربع في هذه الأزمة. سأعود إليك، ولكن دعني أذهب إلى الأستاذ خليل في آخر سؤال. أستاذ خليل من الرياض، يعني إيران الآن الموقف الإيراني في واجهة هذه المصالحة التي تبنتها الإدارة الأمريكية، إذا كانت المصالحة الخليجية للوقوف أمام المشروع الإيراني أيضا، وأيضا كيف تفسر يعني خروج حاملة الطائرات الأمريكية من الخليج أمس؟ أولا اسمح لي أن أرحب بالأخ الزميل دكتور صالح، وأنا سعيد أن نكون مع بعض، وكنا مع بعض، نحن لا يمكن أن نفترق، وإن كانت بعض الظروف أحيانا تلزم الإنسان بأخذ بوجهة نظر معينة، إنما هذه القمة، قمة العلا، قبل الإجابة على سؤالك، تلم شمل الخليج اليوم بمواجهة التحديات بما فيها إيران بما فيها كذلك الأخطاء الأمريكية في سياساتها مع إسرائيل، وحرص ترامب الذي رحل وأنا سعيد برحيله بابتعاده عن المشهد السياسي، هذا وجهة نظري الشخصية يعني. فبالتالي يعني نحن هذا الموقف، هذه القمة التاريخية التي تلم الشمل وتوحد الصف للخليجيين، والتي لها موقفها ستكون بالتأكيد المؤثر على كذلك وحدة الصف العربي والأمن العربي والأمن كذلك لمنطقتنا بشكل عام العربي والإسلامي، وتقسيم كذلك الأمة وتقريب الأمة. نحن مبتهجون، ونحن والله كنا نعرف وقلت ذلك عدة مرارا في مقابلاتي، العودة قادمة، ولن لا يمكن أن تنأى قطر عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون، بالذات المملكة العربية السعودية. لن يكون هنالك لا خلافات حدود ولا إراقة دماء ولا حروب، ولله الحمد كان هنالك توجهات سياسية، اختلاف وجهة النظر ربما لأسباب يعني تتعلق بأشخاص أو تتعلق برؤى أو بخطط أو سوء فهم أو أطراف ثالثة دخلت في الأزمة، خاصة أنا أقول خاصة بين قطر وبين المملكة العربية السعودية. اختلفنا من قبل في المملكة مع مصر سنوات، وقنابل وصلت لجيزان من الجيش المصري عند الستينات، ومع صحيح. ذلك عدنا وعادت العلاقات ومصر لها مكانتها. المهم أن هذه القمة هي المنتظرة من 50 مليون في دول مجلس التعاون. هي كذلك تتطلع عليها، شكرا للقيادات السياسية كلهم، نشكرهم كلهم. فيما ذكر الدكتور صالح عن الطائرة، نعم شاهدتها وكنت حريصا على مشاهدة المشهد بدقة وبكل فخر. أيضا أنا فخور بهذا القيادات، أنا فخور بالاحتضان الذي قام بسمو ولي العهد السعودي، وهو الأخلاق العربية، الأخلاق الخليجية، الأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإنسانية كذلك. لكن عندما كسرت التحذيرات يعني نحن سعداء بذلك. أعود إلى موضوع سؤالك. نعم باختصار لو سمحت أستاذ عليك. فيما يخص إيران وما يخص أنا لست من الذين يرون، أنا أعتقد أنه ما هنالك جدية في حل الأزمات بين يعني مواجهة، يؤسفني يعني مواجهة إيران بقيت لدول مجلس التعاون، يعني لن تشارك الدول الأخرى كما ينبغي. الرئاسة الأمريكية غير جادة، الاتحاد الأوروبي غير جاد. أنا سعيد برحيل البارجة الأمريكية، وليكن بيننا وبين في هذه المنطقة السلام. ليكن بيننا في هذه المنطقة أن نوجه طاقاتنا ومواردنا البشرية والمالية للحفاظ على مكتسبات خليجنا وأمتنا والمنطقة. ماذا نستفيد من الحروب منذ 1910، منذ أن بدأ الصهاينة يعودون إلى هذه المنطقة كل 10 سنوات عندنا أزمة.
والله لو ترجع للتاريخ كل 10 سنوات عندنا أزمة. ينبغي أن نتحرر من الأزمات، ينبغي أن نعود لكي يستقر الخليج، العلاقات الجيدة. نعم، وبالتالي تستقر المنطقة كلها. إذن من الرياض سيد خليل الخليل أكاديمي سعودي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أستاذ خليل. ومن الرياض إلى الكويت معنا السيد عيد الفضلي الكاتب السياسي الكويتي، حياكم الله أستاذ عيد معنا. ألو. نعم أستاذ عيد، أنت على الهواء تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله أستاذ عيد. وحي قناتكم الجميلة. أهلا وسهلا بك. يعني لا شك أن الكويت كان لها الدور الأبرز ولا تزال في إتمام هذه المصالحة الخليجية منذ عهد الأمير الراحل صباح الأحمد واستمرت حتى أمس. كيف تصفون أستاذ عيد هذا الدور الذي اختارته الكويت منذ البدء؟ الكويت في عهد الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله اختارت أن تكون على الحياد الإيجابي، والحياد الإيجابي هو المشاركة للمصالحة. والحمد لله أخيرا رأينا أن بعد 3 سنوات و7 شهور ها هي المصالحة تتحقق، وتحققت بفضل الجهود الكويتية وكذلك بتفهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي دولة قطر. نعم. طيب يعني ولكن مع ذلك طال الكويت بعض غبار هذه المقاطعة، لماذا لم تتحرك الكويت يعني عن المربع الذي اختارته في الأزمة الخليجية؟ لأن الكويت ثابتة على مبادئها، ثابتة على مبادئ الصلح بين الأشقاء. الكويت تسعى إلى لم الشمل وليس إلى تفريق ما بين الأخوة، فلذلك كان موقفها ثابت وهو الصلح الخليجي. لأن سمو الأمير الراحل شيخ صباح قال لن نترك البيت الخليجي يهدم ونحن الذي شهدنا على بنائه. نعم. طيب نعم سعود إليك. أيضا إذن معنا سيد محمد الأحمدي الصحفي اليمني من مدينة اسطنبول، حياكم الله أستاذ محمد، أهلا بك. مرحبا بك أخي العزيز وبضيوفك الكرام. وأهلا بك. إذن كيف ترى هذه المصالحة الخليجية التي سبقت القمة الخليجية المنعقدة اليوم في السعودية وحضور أمير قطر لها جنبا إلى جنب مع ملك السعودية وولي عهده؟ نحمد الله عز وجل. أنا أولا كمواطن عربي وكمواطن يمني أيضا تأثر بالأزمة الخليجية أو تأثرت قضيته بالأزمة الخليجية، نحمد الله عز وجل ونشكره كثيرا على هذه الخطوة المباركة المصالحة. منذ البداية أتذكر منذ أول يوم لإعلان المقاطعة قلت بشكل واضح إن هذه قتلة في الفراغ، وبالتالي أثبتت الأيام والأحداث وصولا إلى هذه المصالحة أن المنطقة أولا لم تكن بحاجة إلى مزيد من التأزيم، وأنها بحاجة إلى الهدوء إلى السلم وإلى المصالحة وإلى التفاهم والحوار. وهذه الخطوة في الحقيقة في المصالحة هي خطوة شجاعة ومهمة لفائدة الشعبين القطري والسعودي تحديدا ولشعوب المنطقة عموما، وهي فرصة يعني هذا عموما للجراح ومعالجة الندوب التي خلفها الصراع والأزمة. نعم. والخلاف هذا عموما، ولكن ما أثر هذه المصالحة على أزمة اليمن؟ بالنسبة لليمن بالفعل تأثرت القضية اليمنية ومعركتهم في استعادة الدولة اليمنية بالخلاف الخليجي، لأنه عمل على تشتيت جهود التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية، واستغلت أطراف إقليمية معينة ذلك الخلاف لاستقطابات ولشق صفوف الحكومة الشرعية والمؤيدين لها، وبالتالي هذا بدد الجهود كثيرا وأغرق اليمن والمناطق المحررة من قبضة الميليشيا الحوثية في خلافات بين مكونات مؤيدة للحكومة الشرعية بسبب الخلاف الخليجي. أيضا
خسر اليمنيون موقفا جيدا وآلة إعلامية ضخمة لقطر كان يعني يمكن أن يستفاد منها في دعم قضية اليمنيين، لكن بسبب الخلاف لا شك أنه كان هناك العديد من المكايدات الإعلامية التي أبرت بالقضية اليمنية. واليوم الحقيقة أن هذه المصالحة هي استدراك مهم لإعادة لملمة شتات اليمنيين أنفسهم أيضا، الذين خاصة الذين يعني استقطبوا لمزيد من إثارة الخلاف والشقاق والانخراط في ماكنة التضليل والتزييف. اليوم هي فرصة لسحب البساط من تحت كل من يحاول إثارة الشقاق بين الشعوب العربية في محاولة يعني إنهاء هذه الشعوب. سأعود إليك ربما مرة أخرى، شكرا جزيلا لك. الآن تأخرنا عليك أستاذ حسين، يعني كما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال أن هذه القمة تهدف إلى لم الشمل الخليجي وحتى العربي لمواجهة التحديات. قبل أن نتحدث عن العراق أستاذ حسين، ما انعكاسات ذلك على إيران؟ يعني إيران تعتبر هي المصدر الخطر الأول على دول الخليج، لديها أطماع في دول الخليج، ما زالت تحتل أراضي من دول الخليج نفسها، فوحدة الخليج أكيد لا تخدمها، الانقسام الخليجي يخدمها كثيرا، لكن أعتقد هي لن تسكت وستبقى تسعى إلى إثارة المشاكل بين دول الخليج، وعلى دول الخليج أن تعالج جذور المشكلة. اليوم احنا لا يمكن أن نتكلم بعواطف بعيدة عن الواقع، بعيدة عن الحلول الجذرية لأس المشكلة، غياب المؤسسات داخل دول الخليج التي تمنع الحاكم الفرد من اتخاذ القرار في قضية أمن قومي وقضية استراتيجية تخص الدولة نفسها، هذا ممكن سيؤدي إلى عادة المشكلة مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة وخامسة. لحد الآن لا يوجد خليجي يقول لنا ما هي أسباب هذه الأزمة، هل يوجد سبب سياسي حقيقي أدى إلى هذا الانقسام؟ معقولة اختراق قناة قطر كان سببا في كل ما يجري؟ معقولة دول تتصارع فيما بينها لمدة 3 سنوات بسبب أشياء مفبركة؟ لحد الآن الشعوب العربية وتحديدا الشعب الخليجي لا يعرف ما هي الأسباب. وصلت القطيعة إلى درجة عالية، ما لم تعالج هذه الأسباب، وهي أساسا هي خصوصا في مؤسسات الدول الخليجية والعائلة الحاكمة الخليجية، إذا لم تعالج هذه المشكلات لا ستعود هذه المشكلة. هذا من الناحية الداخلية. من الناحية الخارجية لابد إيقاف التدخل الخارجي في القرار الذي يمس سيادة الدول. اليوم لا يعقل أن كوشنر هو حاضرا في المشكلة وهو حاضرا في الحل، هذا يجب أن يحد. الدول لها سيادة، نعم الولايات المتحدة حليف استراتيجي لدول الخليج هذا لا ينكر، ودول الخليج تحتاج الولايات المتحدة والعكس أيضا، لكن لا يمكن أن تصل المشاكل أنه من صنع المشكلة يكون هو جاهزا في الحل. هذه دول، وهذا ما قاله أستاذ خليل ضيفنا من السعودية، قال لابد من حد من هذه الاستقرار. لأنه قلت لك في بداية اللقاء أنه دول الخليج تمتلك كل مقومات القوة وكل مقومات الوحدة، وعليها خطر يهددها، ذكرت إيران من أهم أكبر خطر يهدد. لا يمكن استبدال مواجهة إيران بالمشروع لمواجهة إيران بالتطبيع، هذا ما يجب أن الشعوب الخليجية ترفض هذا. يجب على الحكام أن يمثلوا شعوبهم حقيقة ويمثلوا ثقافة شعوبهم. قضية التطبيع مرفوضة خليجيا، فعلى الذي يسعى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني بحجة مواجهة إيران ما هو إلا يزيد الطين بلة. الكيان الصهيوني لن يدافع عن دول الخليج في مواجهتها مع إيران، بل العكس، وإيران لن تدافع عن دول الخليج في مواجهة الكيان الصهيوني. يجب أن ندرك أنه لنا هويتنا المستقلة، ولنا قوميتنا، ولنا جغرافيتنا، ولنا قرارنا، وعلينا أن نعد مشروعنا كعربي دول الخليج يخدم مصالح شعوبنا ومصالح المنطقة، ونؤكد على أن هناك تحديان، هو التحدي الإسرائيلي والتحدي الإيراني. يجب أن تكون هناك رؤية متكاملة لدى دول الخليج في مواجهة هذه التحديات. وهذا ما يدعونا إلى سؤال الأخ الأستاذ صالح غريب عبر سكايب من الدوحة، الكاتب والإعلامي القطري. أن نبقى في إيران، يعني مع ألا ترى أن هذه المصالحة التي كانت منذ نهاية ليلة أمس يعني ستفتح ملفات كثيرة بين دول الخليج العربي وبين قطر خصوصا، يعني منها ملف إيران، ما توقعك
لموقف قطر الآن بعد هذه المصالحة وهذه البادرة؟ ظل ثابت منذ 5/6/2017 حتى الآن، وضعوا 13 شرط ولم تقبل قطر، بعد ذلك قفضت إلى 6 بنود وأيضا لم تتجاوب معها قطر، ظل موقفها ثابت لأنه هذا يمثل سيادتها. طالبوا بإغلاق القاعدة التركية وهذا ليس من شأن هذه الدول. أيضا طالبوا بعلاقتنا مع إيران وأنه إحنا نرتمي في أحضان إيران، وهذا أيضا ليس من شأن هذه الدول طالما أنت أغلقت على حدودي الجو والبر والبحر، فأين تريد أن نذهب؟ يعني أموت من الجوع على سبيل المثال؟ بالعكس، إيران فتحت تركيا، إيران وتركيا وكل الدول القريبة فتحت الأجواء لعبور. أنا أعتقد يمكن اللي سرع في هذه العملية هو أنه ترامب عندما خسر الانتخابات أراد أن يبيض هذا الوجه، فرأى أن المبلغ الذي تدفعه الخطوط الجوية القطرية للطيران لهيئة الطيران في إيران 100 مليون، طالب منهم أنهم يفتحون الأجواء حتى أن هذه المبالغ التي يعني حتى يقطع الطريق على إيران أن لا تستفيد. على العموم ملف إيران سيكون حاضرا على القمة التي ستبدأ بعد قليل، ولا شك أنه قطر أيضا ستسعى لتقديم وجهات النظر بين إيران وبين تركيا مع هذه الدول حتى يكون هناك هدوء، لأنه الآن المنطقة يعني كما تعلمون هناك يعني بارود يعني صحيح. قد ينفجر في أي لحظة. بالأمس عندما طلب الرئيس الأمريكي الإبقاء على حاملة الطائرات وما شابه ذلك، هو يعني وأيضا تأجيج الجانب العراقي، تأجيج الجانب الإيراني على هذه على يعني كأن الحرب بالوكالة عن طريق هؤلاء. أنا أعتقد أنه يعني إيران لابد أن تتحاور مع هذه الدول وتجلس على طاولة واحدة لمعرفة كل الاتهامات التي تكال لإيران. على أيضا إيران أن تتفهم مخاوف دول المنطقة، لكن الموقف القطري ظل ثابتا على مبادئ على يعني طيب. توجهاته، ولم يغير هذا الموقف واضح. لأنه في النهاية الآن على سبيل المثال عندما ذهبوا للتطبيع مع إسرائيل، هل استشاروا مجلس التعاون؟ هل استشاروا منظومة مجلس التعاون على سبيل المثال؟ لا، ذهبوا لوحدهم وتم التوقيع وانتهى الموضوع. فلذلك أنا أعتقد قطر لها قضية أن توقع اتفاقيات مصالح جلب قوات وما شابه ذلك لحماية حدودها، لأنه كانت قطر مهددة من هذه الدول. نحن نقول هذا الآن تاريخ بالنسبة لنا، لا نريد أن نتحدث منه الآن، نحن ننظر إلى المستقبل. واضحة هذه النقطة أستاذ صالح، سمحت لي يعني في سؤال آخر بخصوص الموقف الأمريكي الآن، إلى أي مدى ترى أن وصول بايدن البيت الأبيض سيكون له يعني أثر في هذا الملف الأمني الاستراتيجي لكل من قطر وجاراتها الخليجيين؟ نعم، ولا شك أنه يعني عندما استشعرت دول المنطقة خسارة الرئيس ترامب وهو الحليف لهذه الدول، وهو الذي أعطى في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض هذه الدول الشرعية، ولعلنا نذكر يعني التغريدة التي ذكرها، أعطى الشرعية لهم لفرض الحصار والإجراءات وذلك للاستفادة التي شاهدناها وتابعناها جميعا. أنا أعتقد الآن الدول المنطقة استشعرت بأن هناك سياسة وخطة واستراتيجية تختلف عن الرئيس الراحل من البيت الأبيض، لذلك منذ يعني استشعارهم بفوز بايدن بدأت هذه الدول تسعى إلى إنهاء هذه الأزمة قبيل رحيل، حتى يسجل أيضا للرئيس ترامب إنه والله هو ساهم. أنا أعتقد الدور هذا الدور الآن الرئيس الأمريكي يواجه أشياء كثيرة خصوصا بعد التسريبات الأخيرة في جورجيا. أنا أعتقد الملف الأمريكي أو يعني الدور الأمريكي سوف يكون مختلف
يوم 20 يناير بعد تنصيب الرئيس بايدن، وبالتالي على هذه الدول أن تتعامل مع هذا يعني مع السياسة الجديدة التي سوف يتبعها الرئيس الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، عكس ما كان يتعامل معهم ويدعمهم الرئيس المتحدة من البيت الأبيض. لذلك أنا أعتقد هذه يعني تسريع حل هذه الأزمة جاء من هذا المنطلق لمعرفتهم ب يعني ب ب ب ب ب ب دور ومكانة بايدن فيما يتعلق بأمريكا. على سبيل المثال هو الآن يعني أعلن أنه سيعيد أو سيعود إلى الاتفاق النووي وتغيير الذي السياسة التي اتبعها ترامب في هذه المرحلة. نعم أستاذ صالح. أيضا أستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني من إسطنبول، هل تتوقعون أستاذ محمد مزيدا من الدعم للحكومة الشرعية والمقاومة للوقوف في وجه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بعد هذه المستجدات مثلا؟ أستاذ محمد ليس معنا. إذن نعود أستاذ حسين، كيف ترى أثر هذه المصالحة والقمة الخليجية اليوم على الميليشيات الموالية تحديدا في العراق؟ الميليشيات لا يخدمها وحدة الصف الخليجي، هي أعلنت مرارا وتكرارا معاداتها لدول الخليج سواء كانت الكويت أو كانت السعودية. وعليها اتهامات كثيرة. الميليشيات العراقية هي مرتبطة فكرا وسلوكا وتنظيما بإيران، بالتالي أنت تعرف موقفها من موقف إيران. إيران خاسرة بهذه المصالحة، ليس من باب اقتصاد، من جانب اقتصادي كما يعني يتكلم الأستاذ محمد، لا، من ناحية سياسية خاسرة، من ناحية أمنية خاسرة. إيران كانت تريد لهذه الدول أن تتنازع وتتصارع ومن ثم تتفكك ليسهل عليها يعني تكون لقمة سائغة. هذه المصالحة لا يعني أجلت هذا الأمر، فإيران يعني غير مرتاحة لمثل هذه المصالحة مهما ادعت مهما بثت من إعلام. صحيح. فبالتالي الميليشيات هي أقرب إلى القرار الإيراني، رغم أن العراق من مصلحته وحدة الخليج، لأن العراق هو الدولة المطلة على الخليج العربي، على دولة الكويت، على دولة السعودية، له ثقل كبير. يعني لا ننسى أنه سابقا العراق كان مرشح أن يكون أحد أعضاء هذه الدول، العراق كان مرشح لعضوية دول الخليج. صحيح. وما زال لحد الآن لديه بعض اللجان هو مشارك فيها. يعني كانت اليمن والعراق مرشحين لعضوية المجلس. العراق ما زال لحد الآن مشارك في بعض اللجان. لكن أنا أعتقد الميليشيات هي لا تمثل الدولة العراقية، والدولة العراقية غائبة، لا تستطيع في بيانه. تصور رئيس الجمهورية يقول أنه الأخطاء التي ارتكبت يعني سوف تجهز على النظام السياسي في العراق. هذا رئيس الجمهورية يتكلم بهذا الكلام. صحيح. يعني هذا كلام معارض. يقول أنه الأخطاء التي ارتكبت في النظام السياسي مهزوز ومتصدع. فالميليشيات استفردت بالدولة العراقية وأصبحت قرارها من قرار إيران، وأعتقد هي لن تكون راضية أو من مصلحتها هذه المصالحة على خلاف الدولة. فنحن نتكلم عن حالة في العراق، حالة شاذة غير طبيعية. صحيح. نتكلم عن الدولة عن من لا دولة، نتكلم عن القوي على الأرض أم نتكلم على الفقط على الورق. لهذا السبب أعتقد لا موقف للعراق حقيقي، لا موقف. أكو موقف رسمي فقط بروتوكولي، هذا لا يمثل، لا نعرف ما هو موقفه. تبقى وحدة الخليجية مهمة جدا للأمن القومي العربي، للأمن الخليجي، لكن هناك تحديات أعتقد لم تعالج لحد هذه اللحظة. ما زالت المشاكل الداخلية الخليجية مرشحة لمزيد. ما زالت هناك نفس المشاكل. ولكن هذه المصالحة أو كلما يعني قوي هذا التحالف الخليجي، هل سيعيد العراق إلى حضن العربي والخليجي؟ التحالف الخليجي، وحدة الخليج، عليها أن تدرك أنه مصلحتها مع وحدة العراق، وعليها أن تدرك أنه أي خطر على العراق هي ستدفع الثمن. وقد لاحظنا بعد 2003 وهي شاركت مع الدول الخليج في إيذاء العراق، نسمي الأشياء بمسمياتها، عندما تأذى العراق وانهار نظامه السياسي وانحلت مؤسسات الدولة العراقية، ما الذي جرى وما الذي حدث في اليمن، في الخليج، في سوريا، في بقية الدول؟ كان حائط صد. صحيح. للمشروع الإيراني. اليوم العراق هو ممرا للمشروع الإيراني. فعليها أن تدرك أنها بوحدتها
مع العراق هي ستكون حائط صد ضد بالتأكيد. المشروع الإيراني وضد مشروع التوسع الإسرائيلي بالتأكيد. هذا الأمر يجب أن يكون في الحسبان. صحيح سيد محمد الأحمدي، في دقيقة ونصف لو سمحت، يعني إذا تحدثنا عن تتوقع مزيدا من الدعم، هل تتوقعون مزيدا من الدعم للحكومة الشرعية والمقاومة للوقوف في وجه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأيضا ماذا عن الحركة الجنوبي المدعوم من اليمن؟ الحقيقة مثلما أضر الخلاف الخليجي بالملف اليمني، نؤمل كثيرا أن إعادة اللحمة الخليجية ينعكس إيجابا على قضية اليمنيين. الحركة الجنوبي المدعوم إماراتيا نعم المدعوم إماراتيا. أعتقد أنه كما قلت أن الضرر الذي لحق باليمنيين جراء هذا الشقاق داخل البيت الخليجي، نؤمل نحن كيمنيين أن إنهاء هذا الخلاف سينعكس إيجابا على دعم اليمنيين وحكومتهم الشرعية في استعادة الدولة اليمنية. على سبيل المثال، كانت الحكومة القطرية تدفع لميزانية البعثات الدبلوماسية للحكومة الشرعية، وبعد الأزمة انقطع هذا الدعم وتضررت البعثات الدبلوماسية للحكومة اليمنية في الخارج بشكل كبير. إذن الآن نؤمل بالفعل أن تعاود دولة قطر دعمها لجهود الحكومة اليمنية في التعافي الاقتصادي وفي إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وفي أيضا دعم جهود ونضالات اليمنيين في استعادة دولتهم وإسقاط المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا، وكذلك أيضا الكيانات والميليشيات والتشكيلات المدعومة إماراتيا في الجنوب، والتي ساهمت في تبديد جهود الحكومة الشرعية ومعها المكونات السياسية اليمنية في استعادة الدولة اليمنية. لا شك أن هناك كما قلت في مداخلتي السابقة طرفان إقليميان على الأقل يتضررون من هذه المصالحة، الإمارات وإيران. وتفويت الفرصة على هاتين الدولتين استمرار في مزيد من الشقاق والإضرار بالصف العربي. شكرا جزيلا لك سيد محمد الأحمدي الصحفي اليمني. وفي آخر دقيقة عبر سكايب من الدوحة سيد صالح غريب كاتب والإعلام القطري، إذن ما أثر يعني فتح الحدود بين كل من قطر والسعودية بقرار الطرفين، يعني اقتصاديا واجتماعيا بعد هذه الأزمة التي تركها الحصار؟ شوف، اقتصاديا قطر الآن مكتفي اقتصاديا. قطر الآن يعني لديها يعني اكتفاء ذاتي في كل المجالات التي يعني حدثت منذ 5-6 وحتى الآن، سواء كان فيما يتعلق بالألبان، سواء كان فيما يتعلق بالشق الزراعي وغيرها من الأمور الأخرى التي حدثت منذ الحصار. الآن الجانب الاجتماعي هو فقط الذي يعني نعول عليه، أنه هناك يكون هناك تبادل بين هذه الأسر الموجودة في قطر مع أشقائهم في المملكة العربية، سواء كان أسر أو كمواطنين تعودوا على زيارة أسر مترابطة يعني. نعم. هو فقط في المرحله الاولى هو جانب اجتماعي اكثر من جانب سياسي. صحيح. لانه يعني قطر ظلت معتمده على نفسها خلال هذه الفتره، مثل ما قلت هناك مصانع، هناك شركات، هناك الان امور كثيره حدثت تغيرت. حتى الان المواطن السعودي اللي بيجي الدوحه خلال هذه الفتره سيجد تغيرات كثيره. طيب. سواء كان في البنيه التحتيه. نعم. سواء كان في الجوانب الاقتصاديه الاخرى. شكرا. التي حدثت. نعم. خلال هذه الفترة. أشكرك شكرا جزيلا سيد صالح غريب عبر سكايب كاتب والإعلامي القطري، شكرا جزيلا لك. في جملة أخيرة نصف دقيقة، يعني ماذا على العراق أن يفعله الآن؟ أعتقد عليه أن يدعم الوحدة الخليجية ويساند دول الخليج وتعود العلاقات يعني علاقات واحترام سيادة الدول ضمن مصالح مشتركة. نعم. هذا ما يخص العراق، وعليه أن تكون الدولة العراقية قوية، لا دور يجب أن يكون لا دور للميليشيات أن تمثل الدولة. لا يمكن
العراق دولة مدنية لا يمكن للميليشيات أن تمثله، لا يمكن أن تتغول على حساب الدولة العراقية. ما لم تعود الدولة العراقية سيكون الشعب العراقي خاسر، الدول العربية خاسرة، دول الخليج خاسرة، المستفيد إيران وحلفاء في الداخل. شكرا جزيلا لك سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث العراقي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. كنا في هذه المتابعة الخاصة بالقمة الخليجية 41 من الرياض، في أمان الله.